خباش زعما انت كي تكتب ما ديش اخطاء املائيه؟ طبعا، وزيد خطي جميل بشهاده رئيس التحرير. على بالك بان المكتبه الرئيسيه للمطالعه العموميه بالمحمديه في العاصمه بمشاركه مديريه التربيه الشرق نظموا مسابقه ولائيه للاملاء، وشاركوا فيها 600 تلميذ من السنه الرابعه والخامسه ابتدائي. واش الهدف منها؟ الهدف منها هو تعزيز الرصيد اللغوي والمعرفي للتلميذ. نشوفوا تفاصيل في هذا التصريحات. المشاركين فيها كانوا على 3 مراحل. اليوم رانا عقدنا الدور النهائي. في الدور النهائي اليوم شاركوا حوالي 600 تلميذ، بمعدل 300 تلميذ من كل سنة، 300 من السنة الرابعة و300 من السنة الخامسة ابتدائي. العدد الإجمالي يعني من بداية المسابقة يقدر بحوالي 27 ألف مشارك. الهدف الأساسي من المسابقة مثل كل طبعات سابقة ومنذ انطلاقتها هو إعادة إحياء علم من العلوم في الحقيقة، اللي للأسف الشديد ما يحظاش بالأهمية اللي كانت عنده في السابق، اللي هو ممارسة الإملاء في اللغة العربية وتشجيع التلاميذ على الاهتمام بهذا العلم وبهذا المادة الأساسية. والإطار تاع المسابقة كان دائما المكتبة الرئيسية، يعني كما قلت لك هذه الطبعة السادسة. ففي نفس الوقت هناك هدف آخر هو ربط التلميذ أو الطفل بالفضاء تاع المكتبة والمطالعة وما إلى ذلك. تمت صبيحة اليوم بهذه المكتبة بالنسبة للمستوى الأول سنة الرابعة المسابقة الولائية للإملاء في مرحلتها النهائية، وبطبيعة الحال لها أهمية هذه كمسابقة ليشرف عليها سادة وسيدات مفتشين تربويين للبيداغوجيا للتعليم الابتدائي، مرافقين طبعا يرافقوهم في هذه العملية، أساتذتنا الكرام لنوجه لهم كل الشكر والتقدير على مساهمتهم الفعالة في هذه العملية لما لها من أثر بيداغوجي وتربوي لفائدة أبنائنا التلاميذ. المسابقة عفوا مهمة جدا، لأنها من شأنها أن ترفع بالتعليم في الجزائر بمستوى القراءة في الجزائر. هذا يعتبر كخطوة تحفيزية لما لا لأجيالنا، سنراهم أيضا في مستقبلا في محافل دولية. كان النص سهل مليح، ما كان عن كان ممتع، ما شعرتش بالخوف كي كنت نحل فيه. أنا أدرس سنة رابعة ابتدائي، وهذه أول مرة أشارك في مسابقة الإملاء لكي أمتحن قدراتي في اللغة العربية وفي الإملاء. أنا ثاني مرة أشارك في مسابقة الإملاء، وكان النص سهلا جدا، وأتمنى النجاح لكل من شارك في هذه المسابقة.